أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغوا أو مبتلاة الصلاة، صلاة من يبلاش نجروش بلا يتوسنون توجن صلاة من يبلاش نجروشن تملكة النبر. ዛሬ ደግሞ የምናየው ሶላትን የማያበላሹ ግን የተጠሉ ተግባራቶች የሶላቱን አጅር ሙሉእነቱን የሚጋፉና የሚቃረኑ ነገሮች ምን ምን እንደሆኑ በመጠኑ እናያለን ማለት ነው። ينبغي للمسلم العناية بصلاته والإقبال عليها والإقبال عليها بقلبه. ማንኛውም ሙስሊም ለሶላቱ ትኩረት ሊሰጥና በአካሉ ብቻ ሳይሆን በልቡም ወደ ሶላቱ ሊቀጣጭ ልቡንም ወደ ሶላቱ ሊያዞር ይገባዋል። لانه يناجي ربه عز وجل كنيتم بالصلاه ውስጥ የሚያናግረው ጌታውን ነው። لحديث انس رضي الله عنه يرفعه وفيه انس بن مالك كنبياتنا عليه الصلاه والسلام እንዳስተላለፈልን በሐዲሱ ላይ ان احدكم اذا قام في صلاته ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እናሉ ከእናንተ አንዳችሁ ሶላቱ ላይ በቆመ ጊዜ فإنه يناجي ربه እሱ ያናገረ ያለው ጌታውን ነው። አው ወይም ኢን ረበሁ ወበይነሁ وبين القبلة የሚያናገረው ጌታ በሱና በቂብላው መሐከል ነው ያለው። ስለዚህም فلا يبزقن احدكم ከእናንተ አንዳችሁ እንዳይተፋ አክታ ወይም ራቅ እንኳን በሶላት ውስጥ ቢመጣበት እንዳይተፋ ቂብለ ቂብለቲሂ በቂብላው አቅጣጫ አክብሮት ሊኖረው ይገባል። ቡኻሪ ዘገበው ሰሂህ ዘገባ። ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه وفيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بأصل لفهم حديث الذي هو نبيه صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي كنا أنت عنداتو يمسك لكونا فلا يبصق قبل وجهه كفيت لفتون دايت فابلوا فإن الله قبل وجهه إذا صلى بمسك لكذي جيتاو كفيت لفتون ونا. بخاري يزق وصحي زقبان. سلزي ما نمسو صلاة استهنا بقلبهم جيتاو نيانا قرسل هنا تكرت لسطوي قبال هذا من دناتشو النزيه تتألو تدوارات ووش سبال عندنا الالتفات لغير حاجة من مسجداج هنا هنيتا ويم حاجة ساينور مقلامت ودكين ويم ودقرا شيطان بمازور التفات مقلامت يتتألا تدوارنا هي عندنا لحديث عائشة رضي الله عنها كأنها عائشة رضي الله عنها عندما تلفوا قالت اندهلت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة يا الله ملك تنيان بصلاة سلم جلامت سل الالتفات طيق واتشو فقال ساتشو ما له هو إيه ودكن ودقرا مزوري على حاجة مجلامت اختلاس من تقنوال وإن مسرك بقلبت موسرنو يختلسه الشيطان شيطان بهيلنا بقلبت يمي وصدونا يمي نذكونه من صلاة أحدكم كأن داتشو كصلاة تشولي يصلاة تشون يا ود لباتشونو نذكو يوصل لباتشونو تزاجونا شو ودكين ودقرا يا لمن معذر متزور ومتقلام متوكو هنا كأن أنت صلاة لي شيطان بهيل يمي نذكو يا شيطان من تقنو. ቡኻሪ ኪታቡ አዛል ላይ የዘገቡት ነው። ስለዚህ ኢልቲፋት የተጠላ ተግባር ነው። ወልኢልቲፋቱ ነውዓን ሁለት አይነት ነው። እንግዲህ መገላመጥ ሲባል አንነውዑ አወል የመጀመሪያው አይነት ኢልቲፋቱ ሒስይ ይባላል። የሚዳሰስ የሚታይ የሆነ አካላዊ መዞር ነው። ወኢላጁሁ የዚህ ህክምናው መላጅ ምንድነው መድኃኒቱ ቢስኩኒ ፊ ሶላት ሶላት ውስጥ ቀልብን ረጋ ማድረግ ነው። وعدم الحركة انكسكاسين على مابزاتنا لا يتاج كأن يقرأ على مزور انكسكاسين على مابزات مدهانيتنا
النوع الثاني هو الثاني وين التفاف دمو التفاف معنوي يبلا خليناوي هنا معنوي هنا ما قلامتنا وصم بالقلب بلب ملو بملو كمسجدنا كصلاة كلل وطو ليلة على مستمد وطبع وهذا علاجه صعب شاق يزيه مدانيتو اجيك بدعام كبادنا أسجارينا إلا على من يسره الله عليه الله برحمته يدر لسه وقال هنا بستكر ሙሉ ሰላቱ ላይ ቀልቡን ተቆጣጥሮ ቀልቡን ከመስጊድና ከመስገድ አቅጣጫው ሳያወጣ እዛው ላይ የሚሆን ሰው አላህ ያደረለት ካልሆነ ይሄ ነው መዳኒት ተብሎ በቀላሉ የሚነገር አይደለም ወላኪን ነገር ግን ምን አደም العلاج ከመዳኒቶቹ መካከል ሰበብ ከመሆኑት ተልቆ استحضار عدمه الله ሰላት ላይ ስንቆም ያላህን ታላቅነት አቅርበን ማስብ አሁንም ቆመው በታላቁ ጌታዬ ፊት ነው ማለት የሱን ታላቅነት አጠገባችን ማቀረብ ወልውቁፉ بين يديه በሱ ፊት እንደቆመን ማሰብ አለብን ይሄ ነው መድኃኒቱ ወልስቲዓዘቱ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ከጠላታችን ከሸይጣን ደግሞ ድርሻ እንዳይኖረው ሰላታችን ላይ በአላህ መጠበቅ ምራቅና ከታ ከመጣብን መስፋቱ ራሱ ግድ እንኳን ከሆነ ወተፈኑ አንል የሳር ወደግራ መስፋ ማን ነው ይቀርታ مراق عدلم ما تنفس وين تف مالت عني اليساري سلاسا ودقرا شيطان سيوسوسا بقرا بكل بمتفات أعوذ بالله بلا صوص تقزي بمتفات بالله متفك لحديث عثمان ابن عبد العاس كعثمان ابن عبد العاس بتلال لفو حديث مسارات أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا زند متانا فقال لها لاتشو يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءاتي شيطان بننا بصلاة مهل قرد الدين عندهم بقراءة مهكل يلبسها علي أن إليك ألاك لبين تشدركن من لا درق سلاتشو فقال صلى الله عليه وسلم نبياتا صلى الله عليه وسلم منانو ذاك شيطان ايه شيطان يقال له خنزب او خنزب خنزب تبلو متطرو شيطان فاذا احسسته سميته بتسمح غزي اسو مهونن باوقت غزي يه يمقلاقلو سميت معناته بسلاته لاي فتعوذ بالله منه كذي شيطان بالله تتبك واطفل عن يسارك ثلاثا ثلاث غزي ودغراه تفا توه توه بمالك قال كذا من اللسو ففعلت ذلك هن النجر سرهبت فأذهبه الله عني اللهم كني أصول قدر لهن إمام مسلم كتاب السلام لا يزد جبوتنا وما لفنه إنا أندن يلتفات ودكين ودقرا مجلامت أعو صلاة لهن ودقرا وكل ويمدمو بقرا قراتشن ودمريت بكل مدفات صلاة لهن ودكين ويمفي اللفت يتفكر لهن ስለዚህ አንደኛው ይሄ ነው ማለት ነው መገላመጥ ወደ ቀኝ ወደ ግራ የተጠላ ተግባር ነው ምንም አስገዳጅ ሐጃ ሳይፈጠር ሁለተኛ ሌላው ሰላት ውስጥ የተጠላ ተግባር ምንድነው ከተባለ رفع البصر الى السماء عينن ወደ ላይ ማንሳት ወደ ጣራ ወደ ላይ ማንሳት መብራቱን ልታዩ የተጻፈውን አብሪቬሽን ልታነቡ ያማሩ መስጊዶች ውስጥ ገብታችሁ ሰላት ውስጥ ከገባችሁ በኋላ አይነን ወደ ላይ ቀና ማድረግ የተጠላ ተግባር ነው ወደ አራ ማንሳት ለሐዲስ አነስ ረዲየላሁ ዐንሁ ከአነስ ኢብኑ ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ ተላለፈ ሐዲስ አለ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتኛ مناሉ ما بال اقوام ህዝቦች ምን ሆኑ ምን ነካቸው يرفعون ابصارهم الى السماء አይኖቻቸውን ወደ ላይ ወይም ወደ ጣራ የሚያነሱት في صلاتهم በሰላታቸው ላይ ሆነው ወደ ሰማይ ወደ ላይ ወደ ጣራ የሚያነሱት ምን ሆነዋል فاشتد قوله في ذلك በዚህ ጉዳይ ላይ ንግግራቸው በጣም ተነከረ የመልእክተኛው በረታ حتى قال እንዲህ እስኪሉ ድረስ لينتهن عن ذلك ከዚህ ተግባራቸው ይከለከላሉ ወይንም ይታቀቧታል አው ካልሆነ ደግሞ لتخطفن ابصارهم አይኖቻቸው ትነጠቃለች ትታበሳለች አርፈው ይቀመጡ ወደ ላይ ዝም ብሎ አይነን ማንሳት ያለ ምንም ዑዝር የተጠላ ተግባር ነው እጅግ በጣም የበረታ
ውግዘትም ቀርቦበታል። ወይታጠቡ አለበዛ አላህ ከፈለገ አይናቸውን ይነጥቃቸዋል ነው። አልቡኻሪ ኪታቡ ልአዛን ባቡ ረፍዑ ልበሰሪ ኢለ ሰማኢ ፊ ሰላት 750ኛው ሀዲስ ላይ ቡኻሪ ዘግቦታል ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ኢፍትራሹ ዲራዓይኒ ፊ ሱጁድ፣ ሁለት ክንዶችን በሱጁድ ላይ መዘርጋት፣ መሬት ማንጠፍ። ሱጁድ በምንወርድበት ጊዜ ከጉልበታችን ወደ ኋላ ያለው እግራችን እንደተነጠፈ ሁላ እጃችን ደግሞ ከጫፉ ጀምሮ እስከ ክርን ያለውን በጉልበት ትይዩ አድርገን መሬት ላይ መዘርጋት ማንጠፍ የተጠላ ነው፣ የተከለከለ ነው። እንደ ውሻ ተግባር ማለት ነው፣ አይቻልም። ለሐዲስ አነስ ረዲየላሁ ዐንሁ ዐን ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል፣ ከአነስ ብን ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ በተላለፈው ሐዲስ የአላህ መልክተኛ ምን አሉ? ኢዕተዲሉ ፊ ሱጁድ፣ በስጁዳችሁ ላይ ተስተካከሉ ብሏል። ወላ የብሱጡ አሐዱኩም፣ ከእናንተ አንዳችሁ እንዳይዘረጋ ዲራዓይህ፣ ክርኖቹን እጆቹን እስከ ክርኑ ያለውን እንዳይዘረጋ። ኢንቢሳጥ ከልቢ፣ የውሻ መዘርጋትን አይነት። ስለዚህ መዳፍህ ብቻ መሬት ላይ ከተነጠፈ ከመዳፍህ በኋላ እስከ ክርንህ ድረስ ያለው ወደ ላይ ከፍ ይላል፣ ወደ ጎን ወይም ደግሞ ፊት ለፊትም ሆኖ ወደ ላይ ከፍ ይላል እንጂ መሬት አታንጥፈው፣ ከጉልበት ጋር አታገጣጥ ነው መሬት አንጥፈህ። ይሄ የውሻ አይነት ማንጠፍና መዘርጋት ነው። ሙተፈቁን አለይህ። ገብቷቸዋል ወንድም እህቶች? ይሄም የተጠላ ተግባር ነው። በሰላት ውስጥ ይሄንን ማድረግ የሰላቱን አጅር ይቀንሰዋል ነው። አራተኛ አተኸሱር፣ እጅን በወገብ ማድረግ የአይሁዶች ስራ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ኮራ ብለሃል ዘነጥ ብለሃል ሲባል እጁን ወገቡ ላይ የሚያደርግ ሰው አታዩም? እጁን ወገቡ ላይ አድርጎ ጎንና ጎኑን የሚይዝ ኮራ ሲል ተኸሱር ይባላል። እጅን በወገብ ላይ ማድረግ አይቻልም በሰላት ላይ ሆኖ። ለሐዲስ አቢ ሁረይረተ ረዲየላሁ ዐንሁ አቢ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ያስተላለፈው ሐዲስ አለ በዚህ ጉዳይ። ቃለ እንዲህ አለ፣ ነሃ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ የአላህ መልእክተኛ ከለከሉ፣ አን ዩሰሊ ረጁል፣ ሰውየው መስገዱን ሙክተሲረን፣ እጁን በወገቡ ላይ ያጣመረ ሆኖ መስገዱን ከለከሉ። ሙተፈቁን ዐለይህ፣ ቡኻሪና ሙስሊም የተስማሙበት ነው። አልቡኻሪ ኪታቡ ልዓመሉ ፊ ሰላት የሚለው ላይ ዘግበውታል 1220 ላይ፣ ሙስሊም ኪታቡ ልመሳጅድ ላይ ማለት ነው 545ኛው ላይ። ወሊቀውሊ ዓኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ፣ እናታችን ዓኢሻም እንደዚሁ ማለቷ ነው። ማስረጃም ይሆናል። አነሃ ካነት ተክራህ፣ ትጠላ ነበር እሷ አን የጅዐለ ልሙሰሊ፣ ሰጋጅ ማድረጉ የደሁ እጁን ፊ ኻሲረቲሂ፣ በወገቡ ላይ ማድረጉን። ወተቁሉ ትል ነበር ኢነል የሁደ ተፍዐሉሁ፣ አይሁዶች ይህን ተግባር ይሰሩታል የሚያደርጉት ነበር ትል ነበር። ኪታብ አሐዲሱ ልአንቢያ የሚለው ላይ ቡኻሪ በ3458ኛ ሐዲስ ላይ የዘገቡት ሐዲስ ነው። ይሄም የተጠላ ተግባር ነው ማለት ነው። አምስተኛ አነዘሩ ኢላ ማ የኔና የእናንተ ግን ትክክል ነው፣ ልክ ነው። ወረቀታችሁ ላይ ያለው የሚከታተል አንድም የለም እንዴ? ምንድን ነው ነአም እና ላ? አሁን ያለው አምስተኛው እሱ ነው። አነዘሩ ኢላ ማ ዩልሂ ወየሽግል የሚለው ነው እናንተ ጋር ያለው። ስለዚህ በሁለት መልኩ ያዘጋጃቸው ስለነበሩ እንዳይደባለቅባችሁ ነው። ማንም ወረቀቱን ከፍቶ የሚከታተል የለም ማለት ነው። ዝም ብላችሁ ነው እንትን የምትሉት። ቢስሚላህ ኦኬ። አምስተኛ አልኢቃዑ ልመዝሙም፣ እየተከታተላችሁ እንግዲህ እናንተ ጋር ካለው ላይ የተለየ ሲሆን ንገሩኝ። በሁለት አይነት መንገድ ስለማዘጋጀው እዚህ የተወቀሰውና የተጠላው አይነት አቀማመጥ አምስተኛ ቁጢጥ ማለት ምን ማለት ነው?
لحديث عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها من بلالك عن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله من التنيا أستمر ونبر ليه بلوال وفيه بزي هذه سوست منالو وكان ينهى يكلكل نبر عن عقبة الشيطان ويم عقبة الشيطان بلال كشيطان عقبة يكلكل نبر هي شيطان عقبة مبالو من دنو هذا الإقعاء هي إقعاء وإما قمامة يتبالو المكروه يتطلى وهو أن يلصق آليته بالأرض مكمشعون كمريت غاري أبغنان يوال وينصب ساقيه كلت نبروش كت يرغات شوال يقومات شوال ويضع يديه على الأرض الجوشون مريت لا يسكمتال لك وشانا ليلو تشاينا تاوريوش عندما يدرغوت مالتنو كما يقع الكلب وغيره من السباع لمسالي كسجور ستمالسو ستكمتو እግራቹ ላይ ነው አይደለም ተቀመጡ የነበረው አሁን ግን ምንድነው የሚደረገው የተጠላው አይነት አቀማመጥ ሁለት እግሩን ሰፋ ሰፋ ያረጋዋል መጀመሪያ ከጎን ያራርቀውና ማለት ነው ከዛ ሄዶ ቀጥታ መቀመጫው ምንን ይነካል መሬትን ይነካና መሬቱ ላይ ይቀመጥበታል ሁለት እግሮቹ ግን እንደቆሙ ናቸው ያሉት ማለት ነው አሁን ከዛ እጁም መሬትን ሄዶ ይነካል መሬት ላይ ይደገፋል ይሄ ነው የተጠላው አይነት የተወገዘው ማለት ነው ሱና ደግሞ አለ የተረሳው ምንድነው ሁላችንም አሁን እናደርገው ቀኝ እግራችንን እናቆምና ግራ እግራችንን አንጥፈነው በሱ ላይ ነው አረል ምንቀመጥበት ይሄ አንድ ሱና ላይ ታወቀው ሌላኛው ሱና ደግሞ ሁለቱንም አቁመን እዛው እግር ላይ መቀመጥ ከሱጁድ ተነስተው ሰውየው በይነ ሰጅደተይን በሚቀመጥበት ጊዜ ሁለቱም እግሮቹ እንደቆሙ ማለትም ያው ቀኝ መጀመሪያም ቆሟል ግራውም እንደዛው ሳይነጠፍ እንደቆመ አላዩ ላይ መቀመጥ ሱና ነው የተከለከለው የትኛው ነው ሁለቱም እግሮች ቆመው በመሐከላቸው አራርቆ መቀመጫውን ሄዶ ከመሬት ጋር አካገናኘና እጁን በመሬት ላይ ካሳረፈ ነው አሁን ግን ምንድነው የሚያደርገው ሌላኛው ሱና ሁለቱም እግሮች ይቆማሉ እሱም በመቀመጫው እግሮቹ ላይ ይቀመጣል በተረከዙ ላይ እጁም ታፋው ላይ ይሆናል ማለት ነው ይሄ ሱና ሲሆን ያኛው ደግሞ የተወቀሰው يتوجهوا عينة أقامات نونه وهذا الإقعاء على هذه الصفة مكروه بالاتفاق والذهنة ظهري مكمت بعلماء السلمنة مصرة تتألانه تقروتشون الرارقون أقومه مكمتشون كمريت الدينينتو الجن مريت الميارك مريتنا إمام النووي صحيح مسلم لا يقل صوتا قبطات شوال عند المهيطج قلت نوم مرحبا قلصكو هنا أستاذي قوانا قروين سدستانيا ليلاو سدستانيا عابث المصلي بجوارهه سقاج مكالد ومتشاوتو بجوارهه بكفل أكالاتوچو إنيامون دوشي تشجر نبثنو يسيتوچن الانجا سقيمي اللو سوان دي بكا سوسي هون البتال بكاليس إيمون الملا جسو سلاتوس إيال لكبلو بكا ከጉሮሮ ጀምሮ ጺሙን ማሻሻት መነካካት ጸጉሩን ማለት ኮፍያ ማስተካከል ልብሱን ማከክ በደንብ ሻወር ካልወሰደ ደረቱን ከኋላ ጀርባውን ወይንም ደሞ ሽንት ወጥሮትም ከሆነ እዛ ቦታ ላይ አስተካክላለሁ ይያለ ወጣ ገባ ብዙ አይነት ነገር ያደርጋል አጠቃላይ በክፍለ አካላቶቹ መጫወት ኹሹዕን ዩናፊ ኹሹዕ የሚቃረን ተግባር ስለሆነ የተጠላ ተግባር ነው او مكانه وين بسفره لاي ثلاث بوتاو لاي انكسكاسي بمابزات ميقلد كونه لغير حاجه منم حاجه ساينور معناتنو منم حاجه ساينورو هي يتطلع تكبرنو لحديث معيط بن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا منالو قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد مثل بسفره لاي اخرن يستكاكل لنبره سويه منالو قال ان كنت فاعلا فواحدا مسرات كاللبهنا متسرق وانا بقى عندي استكاكله لسجوده بوتاك هنا يا النفر كذا وجع السري كفزق كفزق ياله اخره لا يمتعوت اسفلغهم نو معناه متفق عليه البخاري ومسلم يتسممون به لذلكهم بكفل اكالاتاتن متعوت سيمون مغورغور انديندي يتلاقي نجر بقى انكسكاسه ماكك يمساسلوت نجروج مبذات يلباتهم ماسجداج هنا حاجه سيتفطر بتشانهم سبعتنيا الناس ومنتنيا تشبيك الاصابع
وفي رقعتها في الصلاة. تشبيك الأصابع مالت أتوتشن ما قولالت مالتنا ما قولالت قولت تقاتن اندازي عندهم بليلة وياقباتشو ستا يايزوت أقولالفاتشو تبالا. وفي رقعتها في الصلاة دمو يميلو ما انقاقات صلاة لاي ما شوه مالتنا قوى اندازي دمتو يسمى شوه اوكي انا ما قول لهم اندزهم ما شوهم يتطلو تغوار ناتشو لفلات كعب بن عجرة ان لحديث كعب بن عجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة وصل له حديث نبيه صلى الله عليه وسلم منالو اذا توضا احدكم فنانتا لا تولو كدرجة فاحسن وضوءه ودؤنم كاسامرة ثم خرج عامدا إلى المسجد مسجدا أو قلنا كسدو وده مسجد مالتنا كسدو كوتا فلا يشبكن بين أصابعه بتاتو شمها كلا يقول الفلال مسلم ما تري ما قل على فنديت عندن تات وعندو مكتس عتم بما قل على فعندن تات وعندو مكتس فالتو كلاي في كشر كلا لا كلا شو يعني نميجلس ما قول ألف مالت ما عندن تات بليلاو بماس قبات ولا تجوتشن تيجي جاد إلا مني بما قول ألف سلزي ودوا درجو كتنسا الجنا قول ألف فلا يشبكن بين أصابعه لمن فإنه في صلاة الصلاة استنيله بقى مسجد نيت ودوا درجو سكور تدرس كور تبت جذي جمرو صلاة استنيله سلزيهم أتوشن آية قولة ألف ملوات هي تتلا تقوارنا ما قولة ألف. الترمذي كتاب الصلاة إمام الترمذي كتاب الصلاة إمي لولا وتعال باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة بصلاة فست أتوشن ما قولة ألف تتلا تقوار مهنون أمي قلصو باب لا يزدد وتعال سوسمت وصمانيا سبطلي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي سنن الترمذي لا شيخ الألباني صحيح نغرو قلصو وتعال طبعا يهين قدي دنا ودو أدرقو ودى مسكيد مهير سو صلاة استنهن آتهن التاقوال الفكتبال فمن كان في الصلاة وأنه صلاة استقبطو مساقد سوما فهو أولى بالنهي لك لك للقبوة لبلتا بقول ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر عند ذي سلالة في الذي يصلي بذاب مساقد وصوية وهو مشبك بين يديه بأجوش ما هكلات قلالك ومساقد ومنالو تلك صلاة المغضوب عليهم الله تقول طبت شهزبك صلاة نوالو أي هدوش مالت أي هدوش أبو داود كتاب الصلاة لا يزدقه وطال مالت فكتروش لاني بدن بأنتاي ما قول ألفن الميقل سهونو anyway يو قبطوا أتشوال ابن علي ما قول ألفن سيهون أوراقاتن كورا ما قنانيتنا يدركم عندن تات كاندو بما قتت يو ما قول ألفن وردي هسابوك قبطوا يلز والتشبيك بين الأصابع بطاطوش مهكل ما قول ألف يكره أثناء الذهاب إلى الصلاة وده صلاة من نهي لبت كزي يتتألى تقوارنا وفي أثناء الصلاة عندهم صلاة استيال لنم يتتألى نو فكتاتلوا ونم مهدوش عند دعا درغن وده مسجد نيتا كهيدن هلت مسجد قبتن دمو صلاة يسجدن بنزي هلت نيتاوش يتتألى نو أما بعد الصلاة صلاة كاتنا كتن بوهالا كوهنا فلا بأس به شجر يلوم فصلاة ما تنا كتن بوهالا شجر يلوم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أبي هريرة رضي الله عنه يسأل له حديثا ليرفعه وفيه صلى بنا ركعتين بذي حديث استمنا الله نبياتنا عليه الصلاة والسلام هلت ركعتين سجدوا ثم سلم كذما السلامة سين نسوا فقام إلى خشبة معروضة في المسجد بمسجد لاي تقمت ودا نبرا ودا عندو انشات يدو فاتك عليها تدقف بس كأنه غضبان يتقوط يمسل نبرا ووضع يده اليمنى على اليسرى كأن يجات شون بقرات جات شو لا يدرقنا وشبك بين أصابعه بطاتات شو مهكل أقول لفو إلا صلاة كأتنا كقوبها له سلذي كصلاة بها لاندم اتشال إهي هذه أسر الدنال متفق عليه بخارينا مسلم يتسمى مبت حديث نونه زلاي من يلالو كإمام مسلم حديث بحالة شيخ القحطاني وسمعت شيخنا الإمام ابن باز يقول شيخ أتشن
ابن بازم عندي سيلو سمج الله قالوا يو كسات شو كتاب لا يسلون ينسو في وصلكوت في تقريره على صحيح البخاري لا منار ابن باز والتشبيك لا بأس به بعد الصلاة كصلاة وهلا كهنا ما قول له شكرا اليوم أما قبل الصلاة كصلاة بفتنا وفي الصلاة بصلاة استئيا لن كهنا فلا يشبك عيال قول ألفنا لذيهم دمو ما شعه يتطلع تقوارنو زتنين ليلا ويتطلع تقوار زتين يجبات شنا واندن مهتوج وعليك السلام ورحمة الله وبركاته المساعدة الصلاة بحضرة الطعام مجب بكرب بطنيتا صلاة مسجد مجب كربو يال صلاة مسجد روها للم يتبالكو مجب كربو لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ناتشن عائشة رضي الله عنها من تلالك الله ملك تنيا أنه قال عند الزهالو إذا وضع العشاء مجب كنورة كقربة وأقيمت الصلاة صلاة دمو كقومة فابدأوا بالعشاء بمجب جمروا سلازي مجب كقربة صلاة تتألان متفق عليه بخاري النا مسلم تسمام توبتا بخاري كتاب الأذان باب إذا حضر الطعام وأقيمة الصلاة سدس متسوان من هذه صلاة ومسلم كتاب المساجد باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وقت لي بلا يفلقوا مقبلي كربوا اللفت هنا صلاة تتألان يملوا مصر الجانب ولهديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رمو بصلا له الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا منالو إذا كان أحدكم على الطعام كمان تندك بمقب ليك هنا فلا يعجل حتى يقضي حاجته قدائنا يمكن مقبو بفلقوا النقرس كفت سمدرس أي تشاكول حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة صلاة إقام بالبال منكوا بالجمر منكوا بلوا متفق عليه إهم بخارينا مسلم يتسمى مدبتنا دون الزيقاء شيخو من إلالو صوت مصفر تقل إقامت عنه ما أنما ما رنجبلو كصلاة دايك رودها لا ويشتريط لذلك ثلاثة شروط لذيه نقر أهل بالبيت مهنا كرمية كموكو بجمر لمقبال صوت مصفر إقامت عنه أولا عند يوم الدنة أن يكون الطعام حاضرا مقبو يقرب مهنا لبس بالبيتك ولا قبطة يابسل أجسلونا كهون كهون اللي قربنا منه عزرا يكون منه يقرب مهنا لبس بك يهان دين يوم الصفر قلتنا بنا قربوا لنا بنا يفلنا وعند إلى الله مقبو مقربنا لقربنا ليلانا ونا مالتنا قلت تلعي نقرسلونا أن يكون الطعام حاضرا مقبو مقربا لبس أنك الله بالصفرة عنج والثاني هو التنس أن تكون نفس المصلي تتوقع إليه يسجاج فلابوت وين نفسي ويانن مرتمن يوم هنا اللبت مجب أتجاب كربو من أني مجبو فلابوت كريل له سنو طياكيو لمستالي فإذا كان شبعان يتجبك هنا كذا جبل تط أجبو يجبك هنا مجب بكرب الله لا يلتفت إليه ولا مجبو زور بلو ما يعيك هنا فليصلي فلو بلو بس يجب يسجد ولا كراهية لسنة أنت يتألى عنه مجب كقربة يتبالو قلبي يولا متفلقه ونعزات تاين هي ولدتن يو مهنا اللبثن والثالث صوستن يو أن يكون قادرا على تناوله حسا وشرعا أن يكون قادرا يمكن دمهن ونطالع على تناوله السلم بلات حسا الزات تاين بأكارو مالس للتاين للداسس ومنش الملكو مبلات مش الدمو مهنا اللبث من مالتنا لمسالي مجبو كربة بتقام تقوى السانة أهنا أنصو لي بلا إيش لمس كبر اللي تطبقونه سلازي أنت عذر الله مهيد ودى مسجدنا بس كذابر بيت أطبقها اللي نتنا حسا سيبار وشرعان اللي شرعان يهو سيابر روت الزاولة من الالو والحس كأن يكون الطعام حارا لمسالي مجبو كنا كأساسا بوردة القوسي هنا لا يستطيع تناوله وداو جنزر قطو أرطو مبلات ويمدمو زقنو موسد ما يشلوي هنا والشرع سيبال دمو كأن يكون المسلم صائما لمسالي مسلم صومن يا هنا ممنوعا من الطعام فمجب يتكلكلنا سلازي بزاسات مجب قربة تبلو لسوا يهونا ما لتنا شرعا مبلغ من فكر الله مهنا اللبات سلازي عند زيادة كالهنا سويا مجبو تقصونا قناة ولو جنزقنا
እጁን ወስዶ ሊያነሳበት የማይችለው ወይ ደግሞ ጾመኛ ከሆነ ፈላ ከራሃተ ፊ ሰላቲ ሒነኢዚን የዚህን ጊዜ ሄዶ መስገዱ ምንም የተጠላ ተግባር የለውም። አሸርሑ ልሙምቲዕ እብኑ ዑተይሚን ረሒመሁላህ ሶስተኛው ሙጀለድ ላይ እንዲህ ብለው ገልጸውታል ነው በገጽ 328 እና 330 ገብቷቸዋል። መቼ ይህም ሌላው የተጠላ ተግባር ነው። ያ ማለት እንግዲህ ያው ሰላት የሰገደ ሰው ሰላቱ ባጢል ነው ማለት አይደለም፣ የተጠላ ተግባር ፈጽሟል እንጂ አጅሩንም ሊቀነስ ይችላል። ምክንያቱም ሰላት ላይ ሆኖ እየራበው ቀልቡ ካሁን ካሁን ምግቡን የሚያስብ ከሆነ የሰላቱን ኹሹዕ ሊጋፋው ይችላል ነው። እሺ ዘጠነኛ ማን ነው? አስረኛ ሙዳፋዓቱ ለአክበተይን ሁለት ቆሻሻዎች የሚታገሉት የሆነን ሰው ሁለት ቆሻሻዎች ከታገሉት አልበውሉ ወልጋኢድ ሽንትና ከኋላ የሚወጣ አይደለም እናንተ ጋር አስረኛው እንደዛ አይደለም? ኡማይማን ነው ብላ ስትጽፍ ነው። እሺ ሙዳፋዓቱ ለአክበተይን ሁለት ቆሻሻዎች የሚታገሉት ከሆነ አልበውሉ ወልጋኢድ ሽንትና ከኋላ የሚወጣው ቆሻሻ እያስቸገሩት ከሆነ አብሽሪ እና ሰላቱ የተጠላ ነው። ፊ ሰላት በሰላት ውስጥ እንኳን ሆኖ ማለት ነው። ለሐዲስ አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ قالت እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ምን አለች? እኒ ሰሚዕቱ ረሱላላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يقول لا صلاة بحضرة الطعام ምግብ ቀርቦ ሰላት የለም ولا هو يدافعه الاخبثان ሁለት ቆሻሻዎችም እየታገሉት ሰላት የለም ልውጣ ልውጣ እያሉ ማለት ነው። ሽንትና ከኋላ حتى ሰላት ውስጥ ሆኖ እንኳን ከመጣበትና ሽንት ወጠረኝ ካለ መጠኑን ነው ኹሹዕን የሚጋፋ ከሆነ ቀኝና ግራጅህን እያወዛወዘ ልክ አርት የሚያሰራህ ከሆነ ሰላቱን አቋርጠህ ውጣ አንተ የሚወደደው ያ ነው። ከዛ በኋላ በስነ ስርዓት ጡሃራ አድርገህ ውዱ አድርገህ ተመለስና በኹሹዕ ሰላትህን ትሰግዳለህ ነው። ገና ከመነሻው ኢቃም ሳይል በፊት ከሆነ ሽንት ያስከው እንዳመልጠኝ ብለህ አትያዝ። ቶሎ ብለህ ሽንት ቤት ግባና ኢማሙ ላይ ለመድረስ መሞከር ነው። ምክንያቱም ምናልባትም በሽታም ሊያስከትል ይችላል። ሽንት መያዝ ምንም ኸይር የለውምና ኢማሙ ሙስሊም በሰሂሃቸው ላይ 560ኛው ሐዲስ ላይ የዘገቡት ነው። ይሄም የተጠላ ተግባር ነው። 11 በሳቁ المصلي امامه او عن يمينه في الصلاه ሰጋጅ መጥፋቱ አማመሁ ከፊት ለፊቱ መጥፋቱ አው አን የሚንህ ወይም ከቀኝ በኩል ሰላት ሰላት ውስጥ እያለ ከፊት ለፊት ወይም ወደ ቀኝ መጥፋት የተጠላ ተግባር ነው። ለሐዲስ አነስ ረዲየላሁ ዐንሁ አነስ ኢብኑ ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ እንዳስተላለፈው ቃል ቃለ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ መልእክተኛ ምን አሉ? ኢዛ ቃመ አሐዱኩም ኢለ ሰላት ከእናንተ አንዳችሁ ሰላት ውስጥ ከቆመ فلا يبصق امامه فتلفيتو ايدفا فانما يناجي الله اللهن يمسطره نو يتناغره نو ما دام في مصلى بمسجدو لا اسكال درس كجيتاو غارا مسترن يتشوكاشو كنو ولا عن يمينه ارب قني بكلو من ذيو اندايتفا لمن فان عن يمينه ملكا بقني بكلو ملائكا ملكام سراون ميزغبلت وليبصق عن يساره ከግራ በኩል ይጥፋ ወደ ግራ ወይም አው تحت قدميه በዛው ግራ በኩል ሆኖ ከእግሩ በታች ማለት ነው ወደ መሬት ይጥፋ። ከዛ በኋላም ፈዩድ ፊኑሃ ይቅበረው። ምክንያቱም አዛታይም በግራ በኩል ያለው መልአክ ላይኖር ይችላል ያለው ሰውየው ኢባዳ ተግባር ላይ ነውና ማለት ነው። የቀኙ ነው አሁን እንግዲህ መልካም ስራ በመጣ ስራ ላይ የተጠመደው የግራው ኃጢያት ተግባር ላይ የሰፈረ ሰው አይደለምና ማለት ነው። አሁን ሰላት ላይ ሆኖ والله اعلم ان كتفى بهالا فيدفنها يقبره ሁለት ትርጉም ተሰጥቷል ይቅበረው ሲባል በፊት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በነበሩበት የነብይነት ዘመናቸው የነበረው መስጊድ አሻዋ ነው አሻዋ ላይ ነበር ይሰግዱ የነበረው ስለዚህ እዛው ላይ ይቀበር ነበር ማለት ነው ወደ ስር ይገባ ነበር። ዛሬ ምንጣፍ ተበጅቶ እምነበረዱ ሆኖ መስጊዶች ሁሉ ዘመናዊ በተደረገበት ሁኔታ ምራቁን በግራ በኩላችሁ ወይም ደግሞ ወደ እግራችሁ ስር ከተፋችሁ እንዴት ነው የምትደፍኑት ሲባል በእጅ መፈግ ነው ይላሉ። ቦታውን ማሸትና በቃ የተተፋበትን ምልክት እንዲጠፋ ማድረግ ወደ ታች በመቆርጡ ሰዓት ወይም ደግሞ በእግራችሁ ያንን ቦታ ፈግ ፈግ አድርጋችሁ
ملكتون ماتفات قبر اي بالال معنات ما تقبره والله اعلم بخاري 416 ثانيه حديث لا يذكرون جاوتواتشو 12 كف الشعر او الثوب في الصلاه صغرا وينم دمو صلاه በሰላት በሰላት ማን ነው ጸጉሩን ወይም ልብስን በሰላት ውስጥ መጠቅለል መጠቅለል ኩኩሉዎ 11ኛው ከፊት ለፊት መጥፋት ወይም ወደ ቀኝ ይሄ የተጠላ ተግባር ነው አትጥፉ ከፊት ለፊታችሁ ጌታችሁን እያናገራችሁ ነው ወደ ቀኝም እንደዚሁ አትጥፉ ከቀኛችሁ በኩል መልአክ አለ ስትጠፉ ወደ ግራ ዞራችሁ ጥፉ ወይም ደግሞ ወደ ታች ሆኖ ወደ ግራ ማለት ነው በእግራችሁ ስር ከዛስ ድፈኑት እንዴት ትደፍኑታላችሁ በእግራችሁ ወይ በእጃችሁ ስትወርዱ ትፈትጉታላችሁ ማለት ነው ቦታው ላይ ስትገናኙ በመፈተን ምልክቱን ማጥፋት ያው መቅበር ይሰኛል ይሄ ነው والله اعلم 12ኛ ከፍ الشعر ጸጉሩን አልስቶቢ ወይም ልብስን ምን ማድረግ ማጣጣፍ ከሰላት በሰላት ውስጥ ሆኖ ማለት ነው በተለይ ወንዶችን ነው የሚመለከተው እናንተ መጀመሪያውንም ያው ከተፈቀደ መዳፋቸው ብቻ ነው እንዲከፈት የተፈቀደው ብዙ ወንዶች ሸሚዝና ከንዱር አለባሶች ኡዱ በሚያደርጉ ሰዓት ያንን ልብሳቸውን ያጥፉ ያጥፉና እስከ ክርናቸው ድረስ አድርገውታል ኡዱ በሚያደርጉ ጊዜ ማለት ነው ከዛ በኋላ ወደ መስጂድ ሲገቡ እንደዛው ልብሱን እንደታጠፈ ይገቡና ቆመው አላሁ አክበር ብለው ይحرማሉ ልብስን መሰብሰብ የተጠላ ነው አይታጠፍም ሱሪ ለባሾችም እንደዛው ማለት ነው ከቁርጭምጭሚት በታች አታድርጉ ቁረጡ ሲባሉ መቁረጡን ፍቃደኛ አልሆኑ ነገር ግን ሰላት በሚገቡ ሰዓት ምን ያደርጋሉ ብዙ ሰዎች ያጥፉታል አይደል ከቁርጭምጭሚት እንዳይወርድ ብለው ልብስ መሰብሰቡም የተጠላ ተግባር ነው ተብሏል ማጣጠፉና መሰብሰቡም የተጠላ ነው ከቁርጭምጭሚት ባወረዱ ደግሞ አደጋ ነው ስለዚህ ያለው አማራጭ መቁረጥ ነው ጸጉሩንም እንደዚሁ ሰብሰብ ባድርጎ ማጣጣፉ ማለትም ይሄ አንዳንድ ረጅም ጸጉር ያላቸው ሰዎች አሉ። ስጁድ በሚወርዱ ሰዓት ጸጉራቸውን ሰብሰብ ባድርጎ በአንድ ቦታ ያደርጉታል። ላ አብሮ ይስገዱ ጸጉርህም ልብስህም ስጁድ ይወርዱ ለአላህ ይተናነሱ። ማጣጣፍ የሚባል ነገር የለም ነው። لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نبياتنا صلى الله عليه وسلم من بلاور ابن عباس وطلع له حديث امرت ان اسجد على سبعه اعظم بسبعه كفل اكالاتوج سجود لورد ويم لسجد تاذيانو اندغنا ولا اكف اندال سبس ثوبا لبسنم ولا شعرا صغرا اندال سبس تاذيانو متفق عليه البخاري ومسلم يتسمى مبتاليسنو تغوارو انديت اندهونه دمو يبلط ماوك كفلغاچو فيديو لكلاچوالو انديت اندهونه بفيديو تمارالاچو معناتنو 13ኛ የተጠላ ተግባር 13 አተፋኡ في الصلاه ሰላት ውስጥ ማዛጋት የተጠላ ነው ለሐዲስ አቢ ሁረይራ رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التفاؤم من الشيطان ማዛጋት ከሸይጣን ነው فاذا تفاءب احدكم ان انت عندك በሚያዛጋ ጊዜ فليقضم ما استطاع بቻለ መልኩ ይመልሰዋል ይሸፍነው ይክደነው ማለትም እጁን በአፉ ላይ በማድረግ ያደርገው አንዳንዱ ጭራሽ ማስመጠስ ወይ ጥሩ ኒዕማ ይመስል አፉን እስከመጨረሻው ለጥጦት ራሱ ስቲቆም ድረስ የሚያደርጋለ ያስጠላል እንደውም እንደዚህ ያነሳው ሲታይ አስቀያሚ ይሄ ተግባር የተጠላ ነው ይከላከለው ነው የተባለው በሌላም ሐዲስ መጥቷልና ይሄ ሙስሊም የዘገቡት صحيح ነው ኪታቡ ዙሁድ ላይ باب تشميت العاتف وكراهه التثاؤب ما يسنقصن سوى الحمد لله سيد يرحمك الله بلا منس مستتنا ما زغات يتطلع مهونن يملصوا باب لاي 2994 حديث لاي جلصوتان ولي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه كابي سعيد الخدري بتلالفه حديث دغمو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تثاؤب احد كان انت عندك بمياذغذي فليمسك بيده على فيه በእጁ አፉን ያዛል አፉን ይክደን فإن الشيطان يدخل شيطان يغوالنا شيطان እንዳይገባብ ከፈለክ ክደነው وفي لفظ بالله حديث اذا تفاءب احدكم كنان تندچو كازغا في الصلاه بصلاه لاي
فيكذب ما استطاع بشال ملكو يكدى نواقول فإن الشيطان يدخل شيطان يقبال لنا ما تاسد تتنيا بأقبابو كالتنيا شيطان أخينش أسر قبطون دم يدره الله عفوه استلم أدواتم نكالك كلونا قريب لم مسلم كتاب الزهد لأي إهن نزقبوتال هل تشيد تيمتوز أنا مستنيا وحديث لأي وسمعت الإمام ابن عبد العزيز بن باز إلى الله شيخه عبد العزيز بن باز رحمه الله عندي سيرم سماه أتشو يقول والمشروع هنا ثلاثة أمور الزيب وطالع انقلياهن سوس كاينة نقروش تدع انقلياهن عندنا بشال متن عفو مكدن يكظم ما استطاع بشال متن يكاد نوال ولت يضع يده على فيه الجنب عفو لا يدرقل سوس تنيا لا يقول هاه أيل من ميزر قاسو ميادر قوندنس حتى لا يضحك منه الشيطان شيطان دا يسكبت مالتنا يانن يادر بنا سمعته من سماحته كشيخ سمتشالو أثناء شرحه لبلوغ المرامي بلوغ المرامي من لون ابن حجر رحمه الله من كتاب شرح بميادر قوكذي بدم سيستمو سمتشالو قولتنا توصف صعان دنيا وحديث العيمة لتنا يهن النوع يمونت شرسم وندم هتوش أصلا ربط يوم أنه ننتبه له الاعتماد الملونه الاعتماد على اليد في الجلوس في الصلاة الاعتماد مدقف على اليد بأجل في الجلوس في الصلاة صلاة لا يدمك مدقذي الجن مركز أدرقو متقى متقى ميتتلانه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر بتلالف حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله من اكتنياك لك أن يجلس الرجل سو يوم كامت في الصلاة بصلاة لي وهو معتمد على يده فأجو تدقفه مكامتا كلاكالو سنن أبي داور كتاب الصلاة باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة ملو بقيمة زطنا فلتين يولاي أوكي كسر سباتنا ملو خير اندلي بلقاني لبيت شلام ببونا قادن يهوت السنن نا يتطلع مهون نقلتال وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داور أسرى مستنيا قتلوس الركوع قبل أن يصل إلى الصف عند ذلك أننا الركوع ما قنبس وإن ركوع ما أردرد قبل أن يصل إلى الصف صف لايك مدرس بفيت إمامو قوله وإنا عطيناني قرأنا الله أكبر له ركوع سيورج أننا ودى مسجد قبتاتشوا تراتي ركا عند التاملتاتشو بلاتشو صف لايك مدرساتشو بفيت ركوع درقاتشو لكن أبي بكرا ما لكنا إيه تتألا تقبرنا لحديث أبي بكرا يا أبي بكر حديث أن المسلم يتقوم أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودع الله من التنيا درسه وهو راكع ساتشو ركوع له نويا فركع كذا سم ركوع درجة قبل أن يصل إلى الصف صف ليك مدرس بفيت فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرسول وهلا إهن النجل الله من التنيا والصلاة فقال كذا ما لساتشو زادك الله حرصا قبوتهن الله يشمر الله هين تقوارهن ولا تعود دقمه عطم لسلس ولو فات سلذي دقمه عطم لسلس ولو سلم كروت صف لايك مقبات وفيت ركوع مادرد يتقلع تقوار مهونون النايلن بيادر قوغن صلاة ببلاشان مالتا للم صلاة ببلاشان رو أبي بكرانم صلاتهن من لسلسنا برنو بخاري كتاب الأذان لا يزدقوا حديثنا إيش أسرى سبستنيا والصلاة في المسجد لمن أكل البصل والثوم أمي لو أعلن أنتك؟ أوكي شنكرتني باللاسو نجم هناك أي شنكرتني باللاسو بمسجد اسكبت ومسكر يتتعلا قرات أمي لو أنقن ألشالك ثمنا لون لموك استيك النامت من أقرن يالي أمي أوك ألا كنانت عربا غير الله فماذا ما نسمعك صافوا من مالتنا كاروت ما جزر نوم يبالو جزر
ምናልባት ይህም ሌላ ስሙ ከሆነ ወላሁ አለም። ኤኒዌይ ነው ያላውቀውም፣ ለጊዜው የሚያውቅ ሰው ካለ ይንገረኝ። ወላሁ አለም። لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله وإن دمو يهن حديث لا يشرح كالله فلقنا شرح لا يتشن أدرات شواله من إلال يا الله من اكتنيا عن ديانه من أكل خوما أو بصلا كأي ويمن اتشن قرطن يبلا سو فليعتذلنا يراكا أو ليعتذل مسجدنا مسجد اتشن يراكا لا يمت آيانا بلتو وليقعد في بيته ببيته كمثال በቤቱ ይቀመጥ። በሰል ነው ነጭ ሽንኩርት የሚባለው። ሰብር አድርጉ በቃ ለጊዜው። አሁን እርግጠኛ ካልሆናችሁ እኔ ፈልጋለሁ። وفي لفظ لمسلم امام مسلم بذكره ليلى لفظ لا فان الملائكه مكنياتهم ملائكه تتعذى عذى يهونانو مما يتعذى منه الانس سوتش عذى كمدرغوبس ነገር አዛ ይደረጋሉና መላእክቶችን እንዳያስቸግር አዛን ላያደርጋቸው ብሏል። وفي لفظ لمسلم አሁን ያልኳችሁ ሐዲስ ነው እንግዲህ ኮሪስት እዚህ ሸርህ ላይ ነው እንግዲህ እንደዚህ ሸርህ ማየት ግድ ሊል ይችላል። بسم الله سكينة سكننا بإستي ورقامي اوكي بسم الله وفي رواية من أكل البصل والثوم والكراس قال لكم عين رسول صلى الله عليه وسلم مش لقد يعلى دنيا وثمين غلى عليهم فلقوا ألف أمرن ياسم ونسكرنا دنيا ودرس مرتاحنا من دائق وارقنا لكم تجرسوا حديثة مساسين من أكل البصل والثوم والكراس فلا يقربن مسجدنا مسجداتنا من دائقهم فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم የአደም ልጆች አዛም ያደርጋቸው ነገር መላእክትንም አዛ ያደርጋልና ማለት ነው። ሙተፈቁን አለይህ ቡኻሪና ሙስሊም የተስማሙበት ነው። ስለዚህ በጥቅሉ ነጭ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ኩራ በልቶ ወደ መስጂድ መምጣት የተጠላ ነው። ምን ያደርጋል ታዲያ ሰው ይሁን መስጂድ ሊመጣ ካሰበ መቅረትን ፈልጎ ይሄን ይብላ ማለት ሳይሆን አይብላ አይጠቀም ሰላት ወቅቱ ከቀረበ። የበላ ደግሞ ከሆነ በዑዝር ሰበብ ያንን ሽታ ሊያጠፋ የሚችል ነገር ተጠቅሞ ይምጣል። እንግዲህ ሽታውን የሚያጠፋው እነ አመል አሊን እነ ዶክተር ተስሊምን ጠይቋቸው። 16ኛ አይተናል 17 17ኛ ሶላቱ النفل عند مغالبة النوم ሌላው 17ኛ ሶላቱ النفل የሱና ሶላት መስገድ عند مغالبة النوم እንቅልፍ የሚያሸንፈው የሚታገለው ከሆነ ሰውየው እንቅልፍ የሚታገለው ከሆነ
የሱና ሶላት የተጠላ ነው። የሐዲስ አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ አነ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ መልእክተኛ ምን አሉ? እናታችን አይሻ ባስተላለፈችው ሐዲስ ኢዛ ነዒሰ አሐዱኩም ፊ ሶላት፣ እናንተ አንዳችሁ በሶላት ላይ ሆኖ የሚያንገላጅ ከሆነ ፈልየርቁድ፣ አረፍ ይበል በቃ። ሐታ የዘሀበ ዐንሁ ነው፣ እንቅልፉ ከሱ እስኪወገድለት አረፍ ይበል፣ መጀመሪያ እንቅልፉን አሉ። ሱና ላይ ነው ታዲያ። ለምን ፈኢነ አሐደኩም ኢዛ ሶላ፣ ምክንያቱም ከእናንተ አንዳችሁ ከሰገደ ወሁወ ናዒስ፣ የሚያገላጅ ሆኖ ከሰገደ ለዓለሁ የዘሀቡ የስተግፊር፣ እስትግፋር አደርጋለሁ ብሎ ይጀምርና ፈየሱበ ነፍሰ፣ ነፍስያውን ሊሰድብ ይችላል፣ እራሱን ሊሰድብ ይችላልና፣ ስለዚህ በእንቅልፍ ሆኖ ሰው ራሱን እንዳይረግም ራሱን እንዳይሳደብ መጀመሪያ በረድ ያደርገው ለቀቀስ ያደርገው ሱናውን ይቀጥላል ነው። ሙተፈቁን አለይህ። ይሄ እንግዲህ ያው ሱና ሰላት ላይ የሚለው ነው። ወለ ሐዲስ አቢ ሁረይረተ ረዲየላሁ አንሁ የርፈዑሁ ኢዛ ቃመ አሐዱኩም ሚነ ለይል ፈስተዐጀመ አልቁርአን ዐላ ሊሳኒሂ ፈለም የድሪ ማ የቁል ፈልየጠጅዕ፣ ከእናንተ አንዳችሁ ለሊት ከቆመና ቁርአንን ባንደበቱ ሲያነበልም ምን እንደሚል ካላወቀ ፈልየጠጅዕ፣ ይጋደም ትንሽ ይተኛ ብለዋል። ሙስሊም የዘገበው ነው። እነዚህ ሰላት ውስጥ የተጠሉ ተግባራቶች ናቸው። አላህ ይቀበለን። እንግዲህ ሰላታችንን ልንጠነቀቅባቸው ይገባል። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።